هوس الاكل الصحي، يعني ازاي يبقى الواحد عنده هوس بالاكل والاقبال الشديد على الاكل. في اطباء في الولايات المتحده اكتشفوا انه في حاله من حالات ارتفاع الاقبال على الاكل، ارتفاع نسبه الهوس في بعض الاحيان بيكون مبالغه في التعامل مع الاكل، والاكل هنا بدل ما يكون اكل صحي بيكون اكل عدو ومدمر احيانا للصحه. ناس عندها هوس بالاكل الصحي ممكن بطريقتها تبقى عندها مشكله انها تاكل بشكل غير صحي، او انها تبقى عندها مشكله بصفه عامه في الاكل، في الاكل او التعامل مع الاكل. الاورثوراكسيا واحد من الامراض اللي الدكتوره رضوى نبيل استشاري التغذيه العلاجيه هتكلمنا عليها. دكتوره اهلا وسهلا بيكي وصباح الخير عليكي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. فعلا في هوس بالاكل الصحي، الناس دايما بيبقى عندها هوس انها تشوف ايه الحاجات الغير صحيه اللي تعرف تاكلها وتاخد بيها موافقه من الاطباء، بقى في هوس بالاكل الصحي؟ احنا مش عايزين بس نخوف المشاهدين، هو نسبته في لا دكتوره هنحتاج انك تساعدينا وتقفي في مكان بشبكه جيده عشان نقدر نسمعك كويس. طب حضرتك سامعيني كده؟ كده اتفضلي. تمام. انا بقول لحضرتك مش عايزين نخوف المشاهدين، هو نسبته 1% في امريكا، فاكيد اكيد هيبقى اقل من كده في مصر. الفكره كلها ان بالسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عبر التيك توك او الفيسبوك او منصات التواصل الاجتماعي دلوقتي بقى في هوس بالاكل الصحي، وكل يوم نصحى نلاقي ان في حد عمل فيديو قال على اكل معين احنا بنعتبره صحي يقول لا ده مش صحي، وما تعرفيش هل ده مبني على الدراسات ولا مبني على رايه الشخصي. ف ده تقدري حضرتك تقولي من ضمن الاسباب اللي عملت الهوس بالاكل الصحي حول العالم. الهوس الاكل الصحي ده بنعتبره من اضطرابات الطعام. اول حد اكتشفه كان امريكي ساينتست عالم في 97، لكن في نفس الوقت احنا لسه لحد دلوقتي كدكاتره تغذيه وكدكاتره نفسيه بنتعامل معاه كنوع من اضطرابات الطعام. عكس البوليميا نرفوزا او النهم وشراهه الاكل، هو بيبقى فيه شراهه للاكل الصحي، بمعنى ان حضرتك بتبقي طول اليوم بتفكري حضرتك هتبريبير او تجهزي اكل صحي ازاي، حضرتك هتمسكي كل نوع من الاكل وكل اكل مغلف تقري كويس قوي عنه قبل ما تاكلي، لو سمعتي حاجه او مقاله او فيديو عن اي اكل اللي هو مش صحي حضرتك بتبتعدي عنه، فده بيعمل في الاخر اضطرابات. طب دكتور رضوى ممكن يعني معلش المقاطعه، ممكن حد بيسمعنا دلوقتي يقول طب دي حاجه كويسه، حاجه كويسه ان الانسان يهتم دايما انه يختار اطعمه صحيه، اطعمه يعني غير مضره للجسم، هل فعلا ده هوس ولا السبب وراء الاختيار للاطعمه الصحيه دي هو مثلا انقاص الوزن، الحفاظ على صحه جيده ليها جانب مفيد؟ هو بيبتدي كده، بيبتدي بنية طيبة اللي احنا عايزين نحافظ على صحتنا وعايزين نقلل نسبة الدهون في جسمنا، بس بينتهي الأمر باضطراب، اضطراب نفسي. أشكاله بتبقى عاملة إزاي الاضطراب ده يا فندم؟ يعني أشكاله بتبقى عاملة إزاي؟ أشكاله إن الشخص بيبقى ما بياكلش غير الأكل المعد في البيت بطريقة هو يعني شايفها اللي هي صح، مش مبني على دراسات زي ما بقول لحضرتك في الاول. هو بيشوف كويس جدا الاكل اللي مكتوب عليه هيلثي، وهو لا يعلم اذا كان المصدر دقيق ولا لا. بيضطر في الاخر ان كميه الاكل او كميه العناصر الغذائيه بتقل، وبالتالي بيعاني من نقص في اي عنصر من العناصر اللي هو ما بياخدهاش في الاكل. يعني ادي لك مثال. اتفضل. لو حد مثلا قال ان اللحمه مضره عشان بترفع كوليسترول الدم، فبيبتدي هو بيبتعد خالص عن اللحم. اللحم ده احنا عارفين اللي هو مصدر كويس جدا لفيتامين بي 12. عاده العيانين دولت لانهم احنا بنعتبرهم مرضى نفسي،
بيعانوا من نقص فيتامين بي 12، وده اشهر مثال. وقيس على كده بقى كل حاجه، وعاده بيتقلبوا لنباتيين. يعني ما بيدخلوش اي مصدر من مصادر اللحوم، مصادر الالبان، مصادر الغذائيه اللي احنا بنبقى بناخدها وبنقول ان هي مفيده لسبب ما. هي الفكره كلها كلوا واشربوا ولا تسرفوا. صحيح. ودايما احنا بنقول كده، الحديث ده لخص علم التغذيه العلاجيه. فاي اسراف في الاكل الصحي برضه هيبقى زي اسراف الاكل غير الصحي. طيب دكتوره، هل الفكره قائمه على الترندز او على الموضات اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا؟ يعني الناس بقى عندها خلينا نقول هوس الشكل الجمالي او الجسم المثالي، فده ادى لوجود هوس الاكل الصحي؟ طبعا. بصي، احنا دايما بيبقى عندنا ثلاث صور في ذهننا. صوره للموديل زي ما حضرتك بتقولي، اللي هو صوره لواحد انا نفسي اوصل لجسمه، وصوره انا شايف نفسي ازاي، والفرق ما بينهم. يعني لو انت شايفه حضرتك مثلا ياسمين صبري كموديل ليكي، وانت حاجه ثانيه خالص، الصوره الثالثه بالنسبه لك هيبقى ثقتك بنفسك. ثقتك بنفسك مالها؟ هتقل جدا. واخده بالك؟ فده اللي بيحصل مع السوشيال ميديا. وللاسف السوشيال ميديا زودت الموضوع جدا، لان انت ما تعرفيش الفيديو ده ولا الست اللي بتتصور ده بتقف قد ايه عشان تاخد صوره مظبوطه. انت ما تدركيش كده، انت جاي لك في الاخر الصوره النهائيه. فاهماني؟ لكن الحقيقه حاجه ثانيه خالص. طب سؤال يا دكتور رضوى، اللي عنده كده بدايات هوس صحي او فعلا عنده فكره الهوس بالاكل والغذاء الصحي، يبتدي يعمل ايه عشان ما يؤثرش ده على حياته بشكل كبير او على صحته كمان الجسديه والنفسيه زي ما حضرتك اشرتي؟ يتخلص من هذا الهوس ازاي؟ تمام. هو المشكله اللي دي بتحصل فعلا في طلبه المدارس الثانويه العامه او الجامعه او السن الصغير. الناس دول بيبطلوا دايت تماما. يبطلوا دايت، دي نمره واحد. نمره اثنين، يبتدوا يتناقشوا مع حد دارس التغذيه العلاجيه، حد متخصص يفهمهم ان مهم جدا ان حضرتك او حضرتك بتاخدي عناصر غذائيه كل يوم. سبع عناصر غذائيه، اللي هي الميه، الدهون، الخضار، الفاكهه، الالبان، البروتين. الحاجات دي لازم تتاخد كل يوم بعدد معين على حسب بقى مجهودك وسنك وطولك ووزنك. عندك امراض وراثيه ولا لا؟ فلازم تتكلم مع متخصص عشان يديلها النظام اللي لا يحرمها ولا يخليها ايه؟ يجي لها اضطراب نفسي او اضطراب تعب. يبقى احنا اعتقد ممكن مش نبطل الدايت خالص لو الناس حريصه انها تبقى بشكل معين وبشيب معين وبصحه معينه. اعتقد انها ممكن تراجع حضراتكم اخصائيين تغذيه، تحطوا نظام اكل صحي يبقى هم عارفين يعملوا فيه التباديل والتوافيق بما يتناسب مع سنهم وامكانياتهم وحتى فصول السنه. يعني اعتقد احتياجات الجسم في الصيف بتختلف عن احتياجات الجسم في الشتاء مثلا. تمام. انا برضو عشان اصحح كلامي، يبطلوا الدايت الحرمان، الدايت القاسي اللي بيخليهم في الاخر مش عارفين ياكلوا حاجه. أكيد أكيد. كل الشكر ليكي الدكتورة رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية. شكرا جزيلا لحضرتك.